الخامس من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. من الأمثلة على ما يكون بعد الموت خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعود بها للسماء، عودة بها للجسد، سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة، نعيم القبر، عذاب القبر، أصحاب السلام، البعث بعد الموت، الحساب، الجنة، النار، الصراط، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر.